حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم قرية غرب أسوان المتضررة من السيول والتي شهدتها المحافظة مؤخرا. وحرص سيادة الرئيس على الاستماع إلى مواطني قرية غرب أسوان، كما زار سيادته منازل عدد من المواطنين في القرية. وخلال جولة تفقدية لقرى محافظة أسوان، استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جولته صباح اليوم بتفقد قرية غرب أسوان، وهي إحدى القرى المتضررة من أزمة السيول التي شهدتها محافظة أسوان مؤخرا نتيجة موجة الطقس السيء. وخلال التفقد زار السيد الرئيس عددا من المنازل التي تعرضت لأضرار نتيجة السيول، واستمع سيادته لشرح من مسؤول مؤسسة حياة كريمة حول التدخلات العاجلة التي تقوم بها المؤسسة في التعامل مع هذه الأزمة في جميع القرى المتضررة في أسوان بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث قامت المؤسسة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس في التعامل الفوري مع الأزمة. قامت بتنظيم عدد من القوافل الغذائية والطبية، كما تم البدء على الفور في ترميم المنازل المتضررة بعد حصرها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم التجهيز الكامل لعدد 500 منزل لنقل أهالي القرى المتضررين إليها. كما التقى السيد الرئيس بمجموعة من أهالي القرية في ساحة أحد المنازل، وتفقد أيضا سيادته القافلة الطبية الشاملة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة أسوان، والتي تأتي ضمن قوافل المساعدات الإنسانية الشاملة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة. وفي نهاية جولته بالقرية، وجه السيد الرئيس بضم قرية غرب أسوان وجميع قرى مركز أسوان ضمن قرية المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية والإسراع من وتيرة العمل المتكامل بها. ثم استكمل السيد الرئيس جولته بزيارة قرية الشهامة بوادي الصعيدة بأسوان، وهي إحدى قرى مبادرة تطوير قرى الريف المصري حياة كريمة. وخلال التفقد زار السيد الرئيس وحدة طب أسرة الشهامة ثم مدرسة الشهامة الابتدائية والإعدادية، والتي تم إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. جدير بالذكر أن قرية الشهامة تدخل ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وكان لذلك أثر ملموس في توفير الاحتياجات الأساسية لأهالي القرية من تمهيد طرق وبناء مساكن، وذلك ضمن محور سكن كريم، وكذلك دعم المزارعين بمشروعات زراعية وحيوانية. وقد تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية والإعدادية بالقرية وإنشاء مكتب بريد، كما جار الانتهاء من إنشاء مجمع الخدمات الحكومية وإنشاء وحدة إسعاف وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب. كما التقى الرئيس السيسي بشباب مؤسسة حياة كريمة واستمع للجهود المبذولة في قرية غرب أسوان. الرئيس السيسي تفقد أيضا القافلة الطبية بقرية غرب أسوان، حيث تابع الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالي والمواطنين بتلك المناطق في إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة. احنا بفضلك الحمد لله، بفضلك وفضل الله فاحت انوار البهجه والسرور في منزلنا المتواضع في قريتنا المتواضعه. اهلا بيك. وجبنا راجل والله وش خير عليكم. لان هذا محامي والله من اول يوم. انتوا ايه ناقصكم ايه؟ انا جاي عشان كده. احنا البيت احنا ما ناقصناش حاجه غير قدومك انت. البيت كله وجع مننا تحت، واحنا جايين عشان نعمل كل حاجه. الله يخليك. انت وشك خير علينا والله. إيه؟ والله يوم المطر قلنا في خير جاي. في خير. انا خير وصل النهارده. الخير جاي بقدوم سيادتك. وربنا يطول في عمرك. يهمنا ان انتوا تبقوا مطمئنين. الله يخليك.
مش هنسيبكم الله. حتى اللي احنا مطمنين عايزين طول ما احنا مطمنين هنا. ايوه حاضر كلنا احنا عايزين ان شاء الله هنا لان قريه غرب اسوان. لكن بقول لكم تاني في 500 شقه جاهزين بايه؟ كل حاجة. كل حاجة يعني تخش تجيبي شنطة الهدوم بس. أيوه. وممكن نجيب الهدوم كمان ما يجراش حاجة. تخش بعض متوقعين منك. لا ده خير مصر. ده كرم منك. ما حدش بيعمل حاجة من عندك. ده من خير ايه بلد. خير. ايوه ايوه. ما حدش بيعمل حاجة من عندك. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. ناخد صورة ذكر. وتحيا جمهورية مصر. ناخد صورة ذكر بس. طبعا. طبعا.